بهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد عبد الله النعيمي عضو مجلس الشورى. نرحب بك في نشرة الأخبار سيد عبد الله. طبعا في البداية نتحدث عن اليوم عن إسهامات السلطة التشريعية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها وشهدتها مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم على هذه الدعوة وأرجو أن أوفي الموضوع حقه. إحنا نعيش الأيام الجميلة هذه بمناسبة اليومي الفضي لجلوس جلالة الملك، فيسعدني بهذه المناسبة أن أرفع التهاني والتبركات لجلالته ولجميع شعب البحرين الوفي وحضرة صاحب السمو ولي العهد الأمين. سؤالك بالنسبة حق التشريع، هي عملية التشريع عملية مواكبة وموازية لجميع التحركات الرسمية للحكومة. نعم. كل تطور وكل دخول لمجال جديد أو نشاط جديد أو توسع في أنشطة معينة يجب أن يواكبه عملية التشريع. فإحنا يشرفنا أن صاحب الجلالة الله يطول عمره ويخليه ظهر للبحرين دائما في بداية كل دور تشريعي يشكر على السلطة التشريعية ويحثها على التنسيق فيما بينهم المجلسين. وطبعا احنا نتشرف بهذا الذكر، واحنا ان شاء الله نكون عند حسن الظن. نعم. احنا دائما ننسق مع المجلسين اللي من بداية الحياة الديمقراطية اللي أسسها بالميثاق جلالة الملك، واحنا دائما ننسق وياهم. نعم. واحنا مع الحكومة طبعا والمجلسين مع الحكومة، احنا فريق متكامل يعني. من خلال التعاون بين السلطتين طبعا. نعم. التنفيذية والتشريعية طبعا. نعم. بعد مرور 25 عاما على المسيرة الديمقراطية الشاملة، كيف ستسهم السلطة التشريعية ويستمر دورها يعني في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2050؟ هي كما أسهمت في تحقيق رؤية العملية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ل 2030 ستسهم إن شاء الله. نعم. وجودها وجود يعني حتمي، وجود إداري يعني تكاملي. فيعني كل عملية تنموية تحتاج إلى تشريع وإلى قوانين وإلى وضع خطوط عريضة للتحرك والتنسيق. فيعني النشاط العام كله، نشاط العام في المجتمعي يبدأ بالصلاحيات والواجبات والتعاون المثمر والقواعد الاجتماعية الأساسية للتعامل. وحتى خلال الله يسلمك العملية التنموية تبرز بعد نقاط تحتاج إلى تشريع وتحتاج إلى تجديد. فيعني هي عملية بما يتناسب مع كل مرحلة. مع كل مرحلة. احنا يشرفنا ان احنا نقف دائما مع السلطة التنفيذية ونتشرف بتوجيهاتهم ونسعى الى تحقيق ما يصلح للمواطن وللمجتمع البحريني. نعم. إذا في ختام هذه المقابلة أشكر سعادة السيد عبد الله النعيمي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا.